يجب أن أنهض من مكاني وأستدعي جميع الضيوف الأعزاء والزملاء الذين شاركوني هذه السهرة من أجل أن نستقبل معا هذا العام الجديد حتى يكون عام خير للبلد، لجميع الجزائريين، لكل الأمة. نتمنى أن تكون سنة 2020 أحسن من سنة 2019. إذن الزملاء، عمر ميلاينك الأول دائما. إذن عام سعيد للجميع. بعد لحظات ربما نبدأ في العد التنازلي الذي يفصل 2019. 8 7 6 5 4 3 2 1 وعام سعيد للجميع.